دكتور نجاح، في سؤال يعني بيسأل، هل في موقع يمكن من خلاله التعرف على أفضل الأماكن التدريبية لبرامج الزمالة؟ لا لا، الحقيقة هذا ما موجود، والكلام هذا كله فاضي. طيب، وما في ترى برنامج أحسن من برنامج في كندا، هذا كله ترى يعني كله كلام فاضي. البرامج الجيدة، بس أبغى أفهمك، في الطب زي ما أنتم دحين كلكم عارفين، يمكن حتى بما فيهم أنت زيادة الآن، بالذات الـ R1 عامر، لا الجود بروجرام اللي يكون فيه كيسات كثير، ايزي سيمبل، ما تبغى لها يعني ما يبغى لها تفكير كثير. لو انت في مدينة فيها عدد قليل من الناس اللي بيجي، يعني عدد البوبوليشن حقتها قليل، then you will be exposed to less people مقارنة بالمدينة الكبيرة. لما تبغى تسوي سبيشاليتي فيها رير، يعني مثلا نيورو سيرجري، تبغى عدد، تبغى ناس يصدموا هذا ويسوى. لما انت تيجي تسوي السيرجيكال، مع احترامي مثلا لعمر، هيز ان جود انستتيوشن زي الحرس، بس لو انت قلت لي كسيرجن حق الملك فهد، ممكن على قد التخبيص اللي هو فيه، بس he will do more surgeries than عمر، and then he might become more handful. في الميديسين in the other hand، في أي شيء في الميديكال سبيشاليتي، then if you do in a place اللي فيه huge volume بس في good education، then you become a better person. في السيرجيكال انت تحتاج اول سنتين او اول 3 سنين تكون في مكان بيزي، ان شاء الله يعني هتقتل 3 4 اشخاص كل شهر كذا، while you are training on them، هذا نصيبهم امر الله اليوم. لكن بعد سنتين تحتاج انك تركز وتاخذ من السكيل. بس في الميديسن لا، you need a good place، المكان الافضل هو المكان اللي فيه good teaching. طيب السيرجيكال سبيشاليتيز، you need المكان اللي فيه كثير cases، الناس هيدوا لك فرصه تحط يدك. أنا أوعدك لو عمر كان دخل التخصص حق جدة، وأنت يعني تعرف في حكاية النيوروسيرجري، بس لو عمر دخل التخصص حق جنرال سيرجري في جدة، يعني تقريبا يعني ويل بيست أكثر من إنه سيرجن، يعني حيكون شكله حلو كذا ولابس كويس، لكن يعني أبيض، إن شاء الله حيدخل يسوي عملية بيته سنة 7، باقي سنة أولى وسنة ثانية، يعني he will be an intern plus. يعني take more money بس. Okay. فعلا. This is it. فعلا. أنا أعرف واحد الآن في الملك فهد، يعني مع حبي للملك فهد هذا، فبأسأله بقول له، هو من الناس يسألوني قبل الامتياز، أنا جاني جنرال سيرجري هنا وجاني جنرال سيرجري، ما أبغى أسمي واحدة منهم كانت تخصصي. قلت له روح الملك فهد، هنا أنت والطباخ واحد، you will have the same opportunity of doing surgery. الطباخ اللي في المطبخ is exactly the same number of surgeries اللي تسويها. دحين له 3 شهور لما رجعت قلت له، يعني قابلته، he's a good يعني good physician، قلت له ها كيف؟ قال والله شكرا بسوي كثير. قلت طبعا حتى يمديك تخرجت البكتيرياس، ما حد داري عنك، يمديك تسوي بكتيرياس ترانسبلانتيشن، ما حد داري. قالوا ار ما في الا انت والله ورب العباد، يعني فهمت كيف؟ you can do anything. حتى لما تفجر القولون يقول لك لا خير خير، في عنده اوصال ثانيه، ليتس كات ذس بيس ونكمل البقيه البيس، اتس فاين، ميبي ذي ار نوت ذات باد، بس يعني anyway، بس يعني they have a good exposure. الاورثوبيديك في الملك فهد is an excellent place، لانهم كل المكسرين حقهم جده يروحوا. تخيل how lucky you are، you are gonna see fracture every 2 minutes، it can't be any better. Okay, this is the good program and the bad program. شكرا.